ما هي طرق تصحيح الحديث أو تحسينه؟ كان يقال صحه الألباني أو حسنه بعض العلماء. الألباني رحمه الله تعالى وابن حجر والذهبي وابن كثير وابن تيمية والشوكاني والسخاوي والسيوطي وغيرهم من أهل العلم، هؤلاء اعتنوا بالحديث النبوي ونظروا في طرقه وحكموا بالصحة أو بالضعف أو بالحسن على بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طرق تصحيح الحديث أن تجمع أو أن تنظر في إسناد الحديث الموجود، لأن كل حديث لابد له إسناد كما قرأنا الآن قبل قليل. البخاري التزم ما يخرج إلا الصحيح، لكن غير البخاري لم يلتزم، مسلم التزم لكن غيرهما لم يلتزم. فتبحث عن الإسناد نفسه في كل رجل في اتصال الإسناد، سمع من شيخه أو لم يسمع، ثم عدالته وعدالة شيخه، وهكذا العدالة والضبط والاتصال، عدالة والضبط والاتصال، مع التنبه إلى عدم وجود العلة وعدم وجود السند، وهذا يكون بجمع الطرق. وهذا علم في حد ذاته، إنسان إذا اجتهد إن شاء الله تعالى في طلب علم الحديث سيصل إلى هذا العلم، وهو ليس بعسير لكنه طويل شوية. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.